ابو الاحمد ذكر الله صلى على النبي ما شاء الله تبارك الله الحمد لله فضل الله. يا القعدان يا الوضح هذا قعد اوضح جذع القعد على اساس سالم العذاريب على جميع الشروط الموقع الرياض والتفاصيل اكثر التواصل رقم الجوال لا تنسوا تدعموا القناه باعجابكم جزاكم الله خير واللي ما اشترك يشترك فعل زر الجرس ليصلك كل جديد ان شاء الله.